بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة حاجة قصة حصلت قدامي شفتها في إنجلترا. بس أنا عايز أسألك الأول، أنت عامل إيه مع أبوك وأمك؟ ما هي القصة لها علاقة بالعلاقة بالأب والأم. أنت بترضيهم؟ أنا عارف إن أنت بتقول أنا ما بغلطش فيهم، بس مش هو ده اللي أنا بتكلم عليه. ترضيهم يعني تسعدهم، يعني من الآخر أنت حنين على أبوك وأمك. خلي بالكوا يا جماعه، في ناس يقولك انا ما بغلطش في ابويا وامي، عايز ايه مني اكتر من كده؟ مش هو المطلوب ان انا لا ابص لهم وحش ولا ارزع باب ولا اقول لهم اوف؟ انا ما بعملش الحاجات دي. مش كفايه انت بتحبهم، انت بترضيهم. يعني خلي بالكوا، في ناس عندها عند وفي ناس عندها كبر. عارف يعني ايه كبر؟ يعني يتكبر مثلا انه يحضن امه ويبصها على راسها، يتكبر لما امه تقول له ما تعملش كذا وهو مش عاجبه الكلام يعند مخصوص ويقول لا طب هعمل كده ويجز على اسنانه كده. ده من الشيطان على فكره العند ده. يعني امه تقول له ما تسوقش العربيه بسرعه ارجوك يا ابني، فيتغاص فيسوق بسرعه عندا. تقول له لازم تكلمني كل شويه تطمني عليك، الدنيا اليومين دول فيها قلق، فيعند ويقفل تليفونه. طب ممكن تفكر معايا ببساطه كده؟ طب ليه بتعمل كده؟ والله العظيم يعني بهدوء كده. طب ما ترضيها يا اخي. هتقولي اصل بقى دقه قديمه وبتضايقني. يا عم دي امك، ارضيها عشان ربنا يرضيك. انا القصه اللي انا عايز احكيها لكم النهارده قصه حصلت قدامي في انجلترا. هو دكتور في الجامعه، مصري بس دكتور بيدرس في جامعه من اكبر الجامعات في بريطانيا، اسمه الدكتور عزيز. عزيز كنت ماشي انا وهو في شارع اوكسفورد ستريت. اوكسفورد ستريت ده شارع مليان عرب، يعني دايما انت عارف لما تكون بعيد عن العرب وكده فايه كله انجليز مثلا، فما حدش مكسوف من حد تعمل اللي انت عايزه. لكن لما بتبقى في شارع فيه عرب فتبقى الناس ايه متحرجه انها تعمل حاجه، يعني إيه تبقى مختلفه. فاحنا ماشيين في الشارع دون، وكان ماشي معانا ابوه، فانا والدكتور عزيز وابوه. ففي وسط ما احنا ماشيين في وسط هذا الشارع، والدكتور عزيز ده استاذ في الجامعه، متخيل يعني استاذ في الجامعه في بريطانيا؟ حاجه جامده جدا يعني، في سن الاربعينات. هو ابوه رباط الجزمه بتاعه اتفك. والله يا جماعه في وسط الشارع بصيت لقيت عزيز بيقول له ثانيه واحده يا بابا، وقام قايل لي استنى اقف ثانيه واحده. فانا مش فاهم استنى ليه، وقام نازل على الارض وقام بدا يربط رباط الجزمه بتاع ابوه. الله، حلوه قوي لما تشوفها من واحد ناجح قوي، ولما تشوفها وانت في انجلترا وممكن تقول الناس بقى عايشه في حياه ماديه. وانا واقف كده وبصيت لقيته نزل وربط الجزمه، ولقيت ابوه بيطبطب عليه وبيقول له الله يرضى عنك يا ابني. يا سلام، بس كده خلاص، مبروك يا دكتور عزيز. صحيح والله، خلاص الدعوه دي بالرضا ده رضا ربنا على طول. انا اشكر لي ولوالديك، يعني طالما ابوك وامك راضيين يبقى ربنا راضي. مبروك يا دكتور عزيز، اكيد ربنا بارك له في بقيه عمره لقطه عمري ما هنساها. انتوا بقى شباب وانتوا يا بنات مستعدين تعملوا كده؟ على فكره نفس اللقطه دي والله العظيم انا شفتها من بنت عملتها مع ابوها، وبنت ايه من البنات الناجحين جدا. وكنا في مطعم، وبرضه ما كانش في مصر، كنا في مطعم، كنت بصور برنامجي في براغ في تشيكوسلوفاكيا، كنت بعمل برنامج قصص القرآن بصوره في الاستوديوهات هناك مع الجالية المسلمة. وبنت قامت نازلة في مطعم شيك جدا، قالت له ثانية واحدة يا بابا، وقامت نازلة قدام كل الأجانب وربطة رباط الجزمة بتاعته. الله يا جماعة، تواضع لأبوك وأمك ونزل نفسك شوية وبلاش كبر وما تعنتش، ارضي أبوك وأمك وافرح ببسمة أمل في حياتك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.